السلام عليكم ورحمة الله متابعيني. اليوم شركة عائلة رحال المغربية المختصة في تموين الحفلات والتظاهرات والمؤسسات الكبرى هي من أشرفت على إطعام آلاف ضيوف كوب 27 بشرم الشيخ مصر بعدما حققت نجاحا لقى استحسان ضيوف الأمم المتحدة الراعية لقمة المناخ في نفس التظاهرة عندما استضافتها مدينة مراكش. في الصورة أحد موظفي شركة رحال يقدم الشاي في البراد المغربي وحلوة كعب غزال في الطبيقة المغربية للرئيس الجزائري وكذلك وزير الخارجية العمامرة في قمة المناخ مصر 2022. شكرا للإخوة المصريين لثقتهم في الأكل المغربي، ونتمنى الجزائريين من غدا ما يقولوش أتيوا البراد ديالنا، لا لسرقة التراث المغربي. إلى اللقاء متابعين.